ايوه يا حمزه، سامعني؟ تمام امس. تمام. بص بقى معايا، بقول لي تعالى هنا تشوز ذا كوركت انسر. قلنا دي اسئله الملزم متميز جميله وبتاعت الامتحانات. يلا يا فاطمه، نمبر 1، اد ذا نون، نون نون يعني وقت الظهر. ذا سان ابير ان ذا ايه، ان ذا سكاي. يا ترى بتبقى ايست ويست ولا ليفت ولا سنتر؟ مون ساعة الظهر، الشمس بتكون فين يا فاطمة؟ ها وانت واقفة كده ساعة الظهرية في الشمس بتبقى فين الشمس؟ سامعك يا مستر بس بيقطع. انزا فين؟ انزا سنتر. لا ما انا عايزك ترد عليا، مش هينفع كده. يا مستر اسمه ده النكت عندي ضعيف. طيب وهعمل ايه انا دلوقتي؟ قول يا حمزه، نمبر 2 يا حمزه. بس فهمت الجمله؟ انت يبقى ان ذا مون ات ذا مون، يبقى السان بتكون فين؟ سنتر. يلا يا حمزه، ايماجينري لاين. تمام. بصوا انا قلت لكم يا حمزه في الكره الارضيه كده، وفي ايماجينري لاين اللي هو الخط اللي بيقسمها، تمام؟ فبقول لك الايماجينري لاين يعني خط وهمي، هو مش موجود بس العلماء بيقولوا ان في خط كده باص ثرو اير سيرفيس ايه سنتر از كولد، اسمه ايه الخط ده؟ ها داي ولا اكسس ولا نايت ولا بول؟ ها الام مش عارف. خليك، لا ده شوف ده مثلا جه في الجيزه السنه اللي فاتت اللي هو الاكسس، ايرث اكسس، واخدناه كذا مره الحصه اللي فاتت. قلنا لما الارض روتيش اراوند اكسس، لما تلف على الاكسس بتعمل داي ونايت، يبقى اسمه ايه يا حمزه؟ ركز معايا، اسمه ايه؟ ها اكسس، الايماجينري لاين اسمه اكسس يا فاطمه. It is the orbit of an object around another object. بصي orbiting بيدور، object جسم around another object لما جسم يدور حوالين جسم تاني، اسمها ايه دي؟ روتيشن ولا سباينينج ولا ريفوليوشن ولا جرافيتي؟ ها ده جو، شوفوا كان اسكندريه روتيشن لا ريفوليوشن. ركزوا معايا في الكلام ده، لما يبقى في اوبجكت يعني زي المون واوبجكت الايرث، مون وايرث يلفوا عن بعض او صن وايرث، يبقى اسمها ريفوليوشن. اما لما الارض تلف حوالين نفسها حوالين الاكس اسمها روتيشن. اقول تاني، لما يبقى في اوبجكت اي جسم كوكب انذر اوبجكت كوكب تاني، يبقى اسمها ايه؟ قولوا معايا خليكم فيها، ريفوليوشن. اسمها ايه؟ ريفوليوشن. يلا يا حمزه، حمزه ذا سان ابيرز از ات موفز فروم تو، الشمس بتظهر بتتحرك من فين الى فين يا حمزه؟ ها من نورث، من ساوث لنورث ولا ويست ايست ولا من ايست لويست ولا من ها من الشمال للجنوب ولا من الشرق ولا ايه؟ اخدناها يا حمزه، وركزوا الجمل دي كلها مهمه، يعني ده جه في الاقصر السنه اللي فاتت اهو. ها عارفها ولا لا يا حمزه؟ السن ابير ات موف فروم ايست تو ويست، من الشرق للغرب، ايست تو ويست. بس انتوا فاهمينها كده ولا لا؟ ها يبقى السن لما بتظهر بتظهر من ايست الى ويست يا فاطمه. ذا سولار سيستم كونسيستس اوف سام ريفولف اراوند ايه؟ سام ايه؟ السولار سيستم ده بيتكون من ايه يا فاطمه؟ ها من سن ولا مونز ولا بلانت ولا بلان؟ ها هو بيتكون من بلانت بس، لا بتتكون من بلانتس ها اراوند ذا سان، يعني الكلمه الاولى هنا بلانتس تدور حوالين الايه؟ السان. ما ينفعش اقول بلانتس اراوند ذا مون، لا. سولار سيستم كونسيستس اوف سام بلانتس ريفولف اراوند ذا سان. يا حمزه فاستس The بلانت fastest ريفولف planet اراوند ذا سان، revolves
يعني بيقول لي ابعد كوكب بيلف حوالين الشمس، يا ترى كوكب جوبيتر. ايه؟ ها قول. ايوه فيه برافو عليك، جوبيتر. جوبيتر شوفوا برضه، ده جه في اسكندريه، ده جه في القاهره، كلها اسئله اللي ممكن تجي لكم في الامتحان زيها ان شاء الله. على فكره نفس الجمله دي كان ممكن يجي يقول لي كومبليت، مش لازم تشوز، يعني قول لي ذا فاستس بلانت ريفولف ذا سان از، نقول له جوبيتر. ها سامعني يا جاسر؟ جاسر طيب، جاسر طيب، هتعرف تجاوب النهارده ولا لا؟ طب يلا، ذا سان اند ذا اذر ستارز، الشمس وبعض النجوم ار ميد اب اوف ايه؟ من هوت سوليد ولا كولد سوليد ولا هوت جاز ولا كولد ليكويد؟ الشمس والنجوم مصنوعة من مين؟ على مهلك. ها ايه آخر واحد اخر واحدة؟ كولد ليكويد بقى، الشمس مولعة نار. ها هي لازم تبقى هوت، بس مش هوت سوليد، لا هوت جاسز، غازات عارة جدا، الهيليوم والهيدروجين. خليكم فاكرين الصن والستارز ميد اب اوف هوت جاسز. اقول تاني، قولوا معايا، ها صن واذر ستار ار ميد اب اوف هوت جاسز، اللي هو الهيليوم، وايه كمان غير الهيليوم؟ الهيليوم والهيدروجين. يا فاطمة أول ما يقول لي جروب أوف ستارز قلتها لكم قبل كده، خليكم فاكرين السؤال ده مهم جدا جدا جدا. الجروب أوف ستارز أول ما يقول لي مجموعة من النجوم ملهاش غير كلمة واحدة، كونستليشن، اسمها إيه يا جماعة؟ ها اسمها إيه يا فاطمة؟ كونستليشن آه ذات ميك سيرتن شيب إن ذا سكاي، بيبقى لها شكل في السماء، مجموعة نجوم كده تعمل شكل واحد، شكل أسد، شكل لها شكل. بس انا اول ما اشوف في الامتحان A group of stars يبقى بنختار كلمة ايه؟ قولي معايا، constellation. ونفس السؤال ممكن يجيبه لي يقول لي complete، اقول له constellation. ممكن يجيبه لي مكتوبة constellation ويقول لي صح ولا غلط. فاهماني ازاي ولا لسه؟ يعني يا جماعة الجمل دي ممكن تجي لي باكتر من طريقة. يا حمزة، حمزة معايا، ايه اند ايه ممكن دونت ميك زير اون لايت. بونز ايه مون، لا ايه قلت ايه؟ مون وايه؟ آخر واحدة برافو عليك، المون والبلانت ما بتعملش ضوء. الستار سن ستارز سن، يبقى مونز بلانت مالها؟ دي دونت ميك زير اون لايت، ما بتنورش، ما بتعملش لايت ولا هيت. تمام برافو عليك. يلا يا جاسر، جيف هيت اند لايت، هو مين اللي بيدينا هيت ولايت يا جاسر؟ ستار ولا مون ولا بلانتس ولا ساتلايت؟ ها جيف هيت اند لايت، مين اللي بيدينا هيت ولايت يا جاسر؟ الاول سامعني ولا مش سامعني؟ هو طب ما تجاوب، ها مين بيدينا هيتو لايت يا جماعه؟ ها صن، ستارز، ما هي صن، بس هل موجود هنا صن؟ لا هو ستار، هو الصن، بس خلي بالكم الصن دي تعتبر ستار، نجم. الستارز او الصن جيف هيت اند لايت، شوف انا عمال اقول الجمله اكتر من مره وارددها ليه؟ لان دي كلها الجمل اللي جت في الامتحانات واللي ممكن يجي لنا زيها. اتفهمت يا جماعه؟ يا فاطمه، مون فيزس ان ويتش ا سمول بارت از اليمينيتد از كولد، بقول لك وجه القمر او الناحيه كلمه مون فيزس، الناحيه بتاعت القمر مالها؟ ويتش سمول بارت از اليمينيتد از كولد، اسمها ايه؟ يعني ايه يا مستر معنى السؤال الاول يا مستر؟ ها بقول لي الناحيه من القمر اللي بتكون مضيئه اسمها ايه؟ نيو مون ولا كريسنت ولا جايبوس ولا فول مون؟ ها فول مون. لا الكريسنت الهلال، مش القمر لما بيبقى ظاهر بالليل بيبقى عامل كريسنت، يعني جزء مضيء
اهو الجزء المضيء اسمه ايه؟ ها اسمه ايه؟ كريسنت. اسمه ايه يا فاطمه؟ ها كريسيد. كريسنت. ركزوا على الكلام، عمال اعيد لكم فيه واقول كذا مره اهو. يلا يا حمزه، حمزه ذا ستار ذات بريزنت ان اور سولار سيستم. عايز الستار اللي موجود في السولار سيستم بتاعتنا. ذا صن. برافو عليك، لان المون مش ستار، غلط، والارث مش ستار، والجوبيتر لا، وده جاب مثلا في امتحان سوهاج السنه اللي فاتت. طيب يلا يا جاسر، بسرعه يا جاسر ما تضيعليش الوقت. يلا. از ولا ار لوكيتد ات ذا سنتر اوف اور سيستم. مين اللي بتقع في منتصف اور سولار؟ مون وصن، ولا مون وايرث، ولا صن اونلي، ولا الايرث اونلي؟ على مهلك، ها دي سهله قوي. اللي بتقع في المنتصف سنتر اوف اور، ها ها صن اونلي يا جماعه، صن اونلي. الشمس لوكيتد ات ذا سنتر اوف اور سولار سيستم. ذا صن، ذا صن. دي المذكره دي بعد ما بخلص ببعتها لكم، ولو جنبكم مكتبه هتلاقوها بتتباع، اللي هي بتاعت المتميز، ممكن تشتروها، او انا ببعت لكم الاسئله دي. تمام. طيب يلا يا حمزه، ذا صن از سايز ستار. الصن ديت سمول ولا ميديوم ولا لارج ولا جنت يعني عملاقه؟ ها على مهلك. جيت الصن قلت لكم قبل كده ميديوم، اقول تاني ميديوم. انتوا معايا ولا انتوا مش مذاكرين الجزء الاخير ده خالص؟ مش عارف ليه بتغلطوا. الصن ميديوم، الصن ميديوم، حجمها متوسط. موست اوف هيت اند لايت انرجي، معظم الهيت واللايت انرجي اوف ذا صن ار بروديوس ديو تو ذا رياكشن بتوين ايه؟ هيدروجين روك، هيدروجين وهيليوم، وهيليوم وساند، ولا روك اند ساند؟ انا لسه قايلها يا فاطمه، الستارز فيها هيت ولايت بسبب ايه؟ اه قولي معايا. هيت ولايت ها آه. برياكشن بتوين ايه؟ قولي. ها هيدروجين قلت اند هيليوم. يا جماعه الستار، الستار بتدينا هيت وبتدينا لايت. ستارز زي الصن هيت ولايت، ليه؟ لان فيها هيدروجين وهيليوم. اقول تاني، فيها هيدروجين وهيليوم. يعني اللي مش مذاكر حاجه خالص وما فهمش حاجه ويسمع انا نازله لكم ان شاء الله بالليل او بكره دوت على الصفحه، وبكره بكمل الاسئله دي، نسمعها ونركز وكاننا اكنه ما ذاكرش، معلومات عامه مش محتاجه منهج. كمان الستارز بيبقى فيها هيدروجين وهيليوم. حمزه، كونستليشن ابير بتظهر. على فكره الكونستليشن قلنا جروب اوف ستار، مجموعه من النجوم، بيقول لي ان ذا سكاي ديورنج ذا يير ان ديفرنت بوزيشن. ها ولا قول معايا، ولا ات سيم تايم سيم بوزيشن، ولا في نفس المكان، ولا ان وينتر بس، ولا ان سمر؟ الكونستليشن لما بتظهر في السماء، ايوه ان ديفرنت بوزيشن، بتظهر في اماكن مختلفه. برافو برافو. يلا يا حمزه، حمزة يا آسف، جاسر يا جاسر، سمعني يا جاسر. are celestial bodies that make their own light. مين اللي بيعمل own light؟ لسه قايلين، هل moon و planets، ولا sun و stars، ولا sun و planets، ولا earth و sun؟ مين اللي لها own light، اللي فيها light و heat؟ sun و sun و stars. كم مرة قلنا المعلومة دي يا جماعة؟ اللي بتدينا لايت، اللي بتدينا لايت، لايت وهيت الصن والستارز. وايه اللي جواها، وايه اللي جواها؟ جواها هيدروجين وهيليوم. معايا ولا مش معايا؟ ها يا فاطمة، سولار سيستم، سولار سيستم انكلود، سولار سيستم انكلود، بتشمل ايه؟ at the center and eight planets around. هو مين اللي موجود في المنتصف؟ لسه قايلينها يا فاطمه، مون ولا صن ولا ايه؟ ها
ده صب. ذا صن. برافو عليكي، تمام، برافو عليكي، تمام. سمعاني يا عائشة؟ عائشة سامعك يا مستر. يلا. ات نون يا عائشة، ات نون وقت الظهر. ذا صن فورم نقط شادو اوف اوبجكت. الشادو، الشادو الظل، ساعة الظهرية اما الشمس تبقى فوق دماغك. هل الشادو ده لونجست ولا شورتست ولا ميديوم ولا تشينج؟ ها، الشادو لما تبقى ساعة الظهر والشمس فوق دماغك، الظل بتاعك بيكون ايه؟ لونجست ولا شورتست ولا ميديوم؟ ها ها، شورت شورتست. برافو علينا، شورت شورت، برافو، لان ساعة الظهر الشمس فوق دماغي يبقى شورتست. برافو، شورتست. يلا يا حمزة، دي اند نايت. السؤال ده مهم جدا، بقول تاني، لا اقفلوا المايك، اللي عامل صوت في المايك يقفله، اللي عنده السؤال هو اللي يجاوب. دي اند نايت، ركزوا، عمال اقول فيه اواعيد فيها. دي اند نايت، الليل والنهار. فينومينا ظاهرة أكار ديو تو روتيشن أوف إيرث أراوند إيه؟ لسه قايلها يا حمزة، ذا صن ولا أكسس ولا مون ولا سولار سيستم؟ الداي واللايت. ها؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ بي يا جماعه بي، يا جماعه ركزوا معايا. اول بي ما يا يقول مستر. لي حاضر، ما انا عارف انك قلت صح، اول ما يقول لي داي ونايت يبقى الايرث اراوند اكسس. انت عارف لو قال لي سيزون اللي هي الربيع والخريف كنت اقول له اراوند ذا سان، لكن يقول لي داي ونايت يبقى الارض بتلف حول اكسس، اكسس. والسؤال ده بيجي كتير في جيفريزون. يا حمزه، حمزه، نعم ريفوليوشن اوف مون اراوند ايرث، لما القمر، القمر اهو بيلف حوالين الارض، بيلف كده، ها، بيسبب ايه بقى؟ انت كونستليشن ولا روتي ولا مون فيزس ولا بلا؟ على مهلك، ها، بيسبب ايه لما القمر بيلف حوالين الارض؟ هل كونستليشن؟ لا ملهاش علاقه. روتيشن، دوران لها، ولا بلانت جراف؟ بيسبب حاجه اسمها مون فيزس، يعني وجه القمر، كل مكان القمر بيظهر فيه بشكل مختلف، يبقى الريفوليوشن. شوفوا عمال اقول لكم دي كلها، ده جه في القاهره السنه اللي ده جه في اسكندريه. يا فاطمه، شورتست شادو، لسه قايلينه، شورتست شادو، الظل القصير الصغير. اوبجكت هابن امتى بقى؟ المورنينج ولا افتر نون ولا ات نون ولا ات نايت؟ شورت استشهاده لسه قايلاها عائشه، ها، أتنون برافو عليك، يا اي مستر برافو، أتنون. صح كده، ات نون، ات نون، انتم ممتازين كده، تمام. هنا ذا نمبر، يلا يا عائشه، ذا نمبر اوف ستارز ان ذا نمبر سولار سيستم. ستارز ان ذا سولار سيستم از كم عدد النجوم في السولار سيستم يا عائشة؟ نمبر اوف ستارز السولار سيستم كام؟ 1 ولا 8 ولا 9 ولا 2؟ ها، ده جه في الجيزة السنة اللي فاتت، ها يا جماعة، ناين ها، يا مستر، ناين 8، ناين 9 ناين ايه بس؟ 8 يا جماعة، عدد الكواكب اللي في المجموعة الشمسية 8، ايه تحفظوها؟ حتى بيقول ستار نعم، ستار مش كواكب. ما هو ذا نمبر اوف ستارز او بلانت، ما هو اصل هو السولار سيستم بتاعنا ما فيهوش الا نجمه واحده، ستار واحد، لا هو بيقول لك ستار، هو المفروض يكتب ايه؟ ذا نمبر اوف بلانتس، عدد الكواكب، يبقى هم عددهم 8، تمام؟ ولا مش معايا؟ يعني هو المفروض السؤال في غلطه في السؤال، المفروض يبقى هنا يقول عدد الايه؟ بلانتس، تمام؟ اما لو قال لي ستار عدد لا يبقى هنا ايه؟ 1، تمام، اللي هو الشمس. يلا يا حمزة، حمزة، ار سيليستيال بودي ذات ذات ريفولف ريفولف اراوند ذا اراوند. سان. سيليستلز بادي يعني اجسام سماويه بتدور حوالين الشمس. مين كام؟ ستار ومون ولا ايت بلانتس؟ والله لسه قايلينها، ها، ات بلانتس برافو عليك، ايت بلانتس، تمام. 25
يا فاطمة، we see the moon shining in the sky. احنا بنشوف القمر، القمر مون شاين، مضيء حلو بالليل في السماء. because it ايه؟ absorb sunlight، بيمتص الشمس، ولا قول produce light، ولا less light، ولا reflect sunlight؟ المون بيعمل ايه يا جماعة؟ فاطمة، ينفع اجاوب يا هتكون مستر؟ ريفليكت يا جماعة، ريفليكت سان لايت. المون ما فيهوش ضوء. المون بيعمل ايه؟ ريفليكت سان ايه؟ اقول تاني، المون ريفليكت سان ايه؟ ريفليكت سان لايت، ريفليكت سان لايت. يا حمزة، ذا سان از ستارز بيكوز ات ايه بقى؟ بيقول لي السن دي نجمة، ستار ليه؟ على مهلك، فكر لي فيها سهلة وخدنا زيها. ها، لأنها ريفلكت لايت تعكسه، ولا ابسورب لايت بتمتص الضوء، ولا جيف اوف لايت بتدينا ضوء، ولا الاو لايت باص، ولا تسمح للضوء يمشي؟ هو ليس السن. ها، سي ايوه سي، برافو عليك، جيف اوف، برافو، جيف اوف ايه؟ لايت. السؤال اللي بعده يا جاسر، هيت اند لايت، هيت اند لايت، energy of the sun result from، بقول لك الحرارة والضوء بتاعة الشمس جاية منين يا ها؟ ده خدناها، explosion of extremely hot gases inside the sun، جاية من الهوت gases inside the ايه؟ the sun، مش جايه من، لا هي دي اللي لما تيجي نراها هي دي الوحيده اللي ايه؟ اللي تمشي. ستارز اليمينيشن اند شايننج، النجوم اللي منوره وتشرق ان ذا سكاي، از كونسيدرد ايفيدنس، ذات دليل على ايه بقى؟ ها، دليل على، دليل على ايه بقى؟ قولوا لي. ها، they are composed of extremely hot gases، دليل على انها هوت جاسز، غازات حاميه، عشان كده بتدينا لايت. طيب انا خليكم فاكرين عشان بكره انا بكملها الاسئله دي، ولما بخلص ببعت لكم الملف ان احنا وصلنا لغايه رقم كام. قولوا معايا، ها، 28 مليون. 28. امال امال هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد مجموعه اسئله بس ترو فولز. انتوا معايا؟ نغير الاسئله شويه، تعال نشوف كده الاسئله ترو فولز، وهبعت لكم الملزمه وتقعدوا تحلوا فيها. ادي ترو فولس اهي. يلا يا حمزه، نمبر 1 يا حمزه. The rotation of Earth around the sun causes day and night انت phenomena. عارف معناها ايه الجمله الاول؟ ها، لا قول ايه الجمله، اقرا كده وقول لي ايه اللي لا. بقول لك روتيشن اوف ايرث، دوران الارض اراوند ذا، حوالين الشمس، بتسبب الداي والنايت. الكلام ده صح ولا غلط؟ احنا غلط. لسه قايلينه It's ان access. المفروض اكل. برافو، شفت بقى الاسئله جت بس بطريقه تانيه بقى. يا فاطمه، ايرث تيك 12 اور تو ميك كومبليت سايكل اون اتس اكسس، الارض بتلف حوالين نفسها كل 12 ساعه. هو اليوم فيه كام ساعه يا فاطمه؟ 24 اه، يبقى الجمله دي ترو ولا فولس؟ 12. ها، فولس، فور تمام. عائشه، ايرث ايرث بتولف ريفولف اراوند ذا اراوند سان سينس افري 24 اور. بقول لي الارض راوند ذا سان، هنا الارض بتلف حوالين الشمس كل 24 ساعه ولا ها؟ لا فولس امال بتلف فولس كل قد ايه؟ كل سنه، كل كنت بتعمل 365 يوم. تمام، برافو يا جاسر. ايرث ريفولف اراوند ذا سان وانس افري وان داي. يا جاسر سامعني ولا لا؟ ريفولف، الارض بتلف على الشمس كل يوم. ها، ترو ولا فولس يا جاسر؟ مالكوا يا جماعه، ترو ازاي؟ فولس يا جماعة، فولس. الأرض كل 365 أراوند ذا سان كل 1 يير، كل سنة، يعني 365 يوم، لكن بيقول لي 1 داي، لا فولس. حمزة،
يا حمزة. The sun doesn't revolve around its true. آه السن doesn't revolve، هو المفروض العكس، المفروض الأرض هي اللي بتدور حوالين الإيه؟ الشمس. ايوه السن. فلما يجي يقول لي إن السن ما بتلفش، أيوه صح ما بتلفش، اللي بيلف الأرض مش الشمس. فهمنا؟ تمام. يلا يا فاطمة. Jupiter is the fastest planet that rotates on its axis in the solar system. ها؟ أيوه. بصوا انا قلت لكم الجوبيتر هو الفاستست بلانت بروتيت اتس اكسس، اسرع واحد بيلف حوالين نفسه يا جماعه هو ايه؟ جوبيتر. انا الجمل اللي بحس انها جديده عليكم بجاوب لكم عليها تعرفوها، خليكم فاكرين الجوبيتر ده جه في اسوان السنه اللي فاتت، ده جه في الدقهليه، ده جه في كل اسئله زمان، اسئله امتحانات. قولي لي ده يا فاطمه نمبر 7 يا فاطمه. Our solar system contain 8 planets. ها؟ ترو ولا فولس يا فاطمة؟ Our solar شوية بس. system ترو، برافو عليك ترو، تمام. يا عائشة. Constellation have smaller Constellation، slopes أيوه. على مهلك كده. in the sky. إيه؟ have similar shape، لها شكل ثابت في السماء. ها؟ ما احنا قلنا الكونسليشن دي ايوه يبقى دي كملي يا ترو. مستر. ترو، برافو عليكي، برافو. يا جاسر، كونسليشن help us to determine the main direction، بنحدد الاتجاهات بتاعتنا. ها؟ ترو ولا فولس؟ يا جماعه الكونسليشن ترو ترو. يا حمزة، لينس اوف شادو، الظل اوف ديفرنت اوب دونت تشينج ديورينج داي. فولس. هل الظل ما بيتغيرش؟ برافو عليك، فولس، تمام. يا فاطمة، ستارز ار سوليد اوبجكت. يا فاطمة، الستار هي سوليد اوبجكت ميد فولس. اب اوف روك. فولس. لا غلط، هي معموله من دين، قلت لكم من هوت جاسز، من هوت، نفس الاسئله بس بكتير بطريقه مختلفه، وده في امتحان القاهره، ده في امتحان ما اعرفش الجيزه، كلها امتحانات اسئله مهمه جدا. يا حمزه يا جاسر، ذا سان از ذا بيجست ستار ان ذا يونيفرس. ها؟ ذا سان is the biggest stars، هل ان الشمس اكبر نجم في الكون كله؟ ها؟ في المجموعه بتاعتنا لكن هل في اليونيفرس الكون؟ ها؟ حمزه معايا ولا يا جاسر؟ فولز فولز. حمزه، all people in different countries، الناس في اماكن مختلفه، see star in the sky at the same time، يعني انا في مصر زي اللي موجود في امريكا، زي في روسيا بنشوف الستار في نفس الوقت. فولس، برافو عليك، تمام. يا فاطمة 14 يا فاطمة. ها؟ The stars are far away from earth. الستارز هل هي far away، بعيدة؟ ترو ولا فولس؟ ها؟ ترو. We can see، يا عائشة، عائشة، we can We see، can we can feel see the movement of movement. Earth easily. هل احنا بنحس يعني وانت قاعدة كده حاسين الأرض بتتحرك؟ لا فولس يا مستر. يبقى فولس. أي أهم حاجة في الكلام ده كله تعرفوا معاني الجملة، المعنى هو اللي بيأيد الكلام بتاعنا، برافو عليك، تمام. يلا يا حمزة، حمزة، Constellations appear in in the the sky sky different in different winter than in summer. مش احنا قلنا اماكنها مختلفة؟ فبيقول لي هي بتظهر ها في الشتاء غير الصيف. ترو ولا فولس؟ ها؟ false. لا ترو. احنا قلنا بص يا حمزة، الكونستليشن دي بتظهر في اماكن مختلفة، بتظهر في اماكن ايه يا جماعة؟ ها؟ مختلفة.
يبقى في الشتاء في مكان والصيف في مكان تاني وهكذا. فهمنا ولا لسه؟ تمام يا فاطمة. فاطمة دي مهمة سهلة الجملة دي يا فاطمة، وجات في المنوفية هي فاطمة. قولي: The moon reflect sunlight that fall on it. هل المون ريفلكت؟ ريفلكت يعني ايه يا فاطمة؟ ريفلكت، ريفلكت يعني بتعكس. هل المون ريفلكت صليت يا فاطمة؟ ترو ترو، برافو عليك، ترو. تمام يلا يا عائشة. عائشة يلا. ها كونستليشن هاف سيميلر شيب ان ذا، هو لها شكل، شكل متشابه في السماء. فولس، يا مختلفة، مختلفة. يا جاسر، يا جاسر معايا جاسر ولا لأ؟ يا جاسر رد عليا، كل ما اقول جاسر ما بتردش. زمون، قول انت يا حمزة. زمون سيمز شايني بيكوز ات ابسورب سلايت. هل المون يا حمزة ابسورب، بيمتص السلايت؟ ها؟ ولا ريفليكت؟ يعني هو ابسورب يمتص ولا ريفليكت يعكس؟ المون ريفلكت يبقى دي ترو ولا فولس؟ ها يبقى فولس، فولس. او ده جاء مثلا في امتحان ايه؟ نستنى، ده جاء في الاقصر. قلت لكم كلها اسئله امتحانات، يعني اللي عمل المذاكره دي جميله، جاب اسئله الامتحانات السنه اللي فاتت وجابها. ايه رايكم؟ ها ها وانا مفيش حاجة جات من أسيوط. اه اللي هي إيه بتقول ايه؟ ما شفتش حاجه من اسيوط؟ في اسيوط يعني؟ ما يجي لي سؤال هقول لك ده اسيوط. ماشي يلا يا فاطمه. The sun is necessary for continuity of life on earth. يعني الشمس ضروريه لاستمرار الحياه على الارض. ترو continue جامد. ايوه ترو. تمام يا عائشه. من الشخصية ذا scientist scientific conference العالم اسمه ايه؟ كوبرنيكس. عالم اسمه كده. بروف ذات ذا ايرث از ذا كوبرنيكس سنتر اوف ذا سولار. هو اللي اثبت ان الارض هي مركز المجموعه الشمسيه. ترو ها ترو 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 ولا فولس؟ لا فولس. اولا لان فولس الارض، الارض مش فولس، لان الارض مش السنتر، السنتر هي الصن. ها فهمنا؟ The sun is the biggest star in the universe يا حمزة. الصن is the biggest star in the، لسه قايلينها. هل فولس الصن أكبر نجم في الكون؟ ها لا فولس، برافو عليك. يا سلام، أفنان لسه داخلة دلوقتي؟ ليه؟ بعد احنا خلاص، أنا باقي دقيقة واحدة ونخلص. طيب The sun is the biggest star in the، خلاص. يا فاطمة، moon and stars merge their own light. own light بيعملوا المون والستارز هم بيشعلوا الضوء. الستارز ايوه، المون لا. يبقى ترو ولا فولس يا فاطمه؟ فولس فولس. انتوا معايا ولا لا؟ يا افنان، يا افنان، السلام عليكم يا نسي، السلام عليكم. احنا هنخرج دلوقتي يا افنان. معلش نسيت خالص، معلش أنا آسفة لحضرتك. انا امبارح ببعت ببعت المواعيد، وقبلها بنص ساعه ببعت الميعاد. على معلش هي كل كانت حال، تعبني. بس ده دي مراجعه. انا ببعت الملف دلوقتي PDF، تحاول تحل. حلينا تمام شويه في حاضر كده، حاضر وبكره عندهم الحصه بكره 8 ونص في بكرة ميعادهم. حاضر حاضر، حاضر. وببعت لهم ده متسجل ان شاء الله لانه هيفصل طب دلوقتي. يلا يا طب قولي يا افنان، انت يا افنان رقم 24 يا افنان. ذا صن، من ايري هي؟ كده. ذا ما هي صن بره يا مستر، هي هي ايه؟ بره معلش ما بره. كانش يعني انت اللي فتحته هتسمعي معانا؟ لا ليا الشرف والله، شكرا. خلاص بس احنا خلاص معلش. طب يلا يا حمزه، حمزه. ذا صن ابيرز ان ذا سيم بليس ان ذا سكاي اول داي. الصن ابير ان ذا سيم، بتظهر في نفس المكان في السماء كل يوم. ها على مهلك، اوعى تغلط. فولس، فولس يا جماعه. يا عائشه شطوره، عائشه معايا. يلا يا عائشه. ذا لينس، of day and night are always ايكوال ديورينج ذا هول يير. طول السنه الليل والنهار بيساووا بعض، ولا في ايام الليل اطول؟
فولس، برافو لا عليك، فولس. ممتازة. يا فاطمة، فطومة، stars are made of hot gases. الستارز قلناها كم مرة النهاردة؟ هل الستارز من hot gases؟ ها، True. ترو، برافو عليك. ايه هما الهوت جاسز؟ فاكرين؟ نيتروجين وهيليوم، نايتروجين اسف، هيدروجين وهيليوم. وهيليوم. هيدروجين يا حمزة، حمزة، ستارز Stars ار are سوبر super هوت hot. جاسز، سفير، موست اوف ذيم ار هيليوم اند هيدروجين. اوعى تغلط فيها دي. هل ستار هي سوبر هوت جاز وفيها هيليوم وهيدروجين، ترو ولا فولس؟ لسه مجاوبينها يا ها؟ لسه قايلين الستار هوت جاسز، ما هي سوبر هوت، هي هوت جاسز، وقلنا عباره عن هيليوم. يبقى ترو فولس ليه يا حمزه؟ يا حمزه يا جماعه، الستارز هي كلمه سوبر هوت يعني هوت جاسز، وبتتكون من هيليوم وهيدروجين. ببعت لكم المذكرة دلوقتي، وبكرة إن شاء الله، وبكرة إن شاء الله بنعمل إيه؟ ها؟ بنكمل الحل. إحنا هنا وصلنا رقم كام؟ 27، والترو فولتس اللي فوق وصلنا رقم كام؟ 28. حاولوا تحلوا 29، حلوا مجموعة وحلوا اللي بعد دي.